انتوا اكيدين انه المرايات اللي موجودة بالبيت عندكم مستعملة بطريقة صحيحة؟ خلوا على طول ببالنا انه الهدف من وراء استعمال المراية هو خلق ريفلكشن حلوة من خلال هالاربع نقاط. اولا عكس صورة حلوة، زيادة النور الداخل للمساحة عنا، خلق مود حلو، واخيرا توازن لمساحة معينة. رح فسر لكم. أنا من المهندسين اللي كتير بنصح باستعمال الليينينج ميرور مثلاً، هي المراية الكبيرة المستطيلة اللي بتكون موضوعة على الأرض ولاقية على الحيط. مهم كتير إنه نقي وأعرف أي حيط بدي استعمل ليكون عندي الريفلكشن الصح. ممكن أنا نقي مثلاً زاوية معينة من البيت تعكس فرش حلو. فيني نقي إنه أوضع هالمراية بوش باي ويندو كبيرة لحتى دخل كمية إضافية من النور. وكمان فيني اخلق مود مميز من خلال وضع امام هالمراية بلانت لحتى اخلق جو حلو. واخيرا من خلال التوازن بقدر انا استعمل المراية لحتى عدل بمساحة معينة. مثلا اذا في عندي اوضة مستطيلة لازم نقي الحيط الاطول لحتى اوضع المراية او المرايات تبعولي على هالحيط، وبالنتيجة بقدر دوبل العرض واخلق نوع من التوازن بهالسبيس.